لا خارج ايضا مرحبا باللي يسمعوا فينا الكل على 93.5 على تونس 91.2 على صفاقس 99.1 على قابس 106 نابل الوطن القبلي مرحبا باللي يشاهدوا فينا زاد على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتيوب ديوان اف ام مرحبا بمحمد كاسبار زعبار ولا دونك ولا دونك محمد زعبار في الاخراج حسين في الاخراج الرقمي ومرحبا ايضا بمانيك سوم حتى كنت نخمم فيك انت باش نكلمك انت مهمشت نخمم فيك انت مهمشت ولا مانيك سوم مش لازم تعطيها تحيه ما تعطيهاش تحيه ما حبش الحياه هذه محبوبه انا هوني ما تنجمش تجيبك محبوبه شكون محبوبه وكا داكور ماني محبوبه حمادي شلوف اهلا وسهلا صباح الخير ومرحبا خير وسهلا المستمعين شو احوالك حمادي الحمد لله رب العالمين خير خير من وقت البارحين خير من وقت البارحين باش نحكيو على الجوستيس اورغانيزاسيونيل ايوا اش تعطي بالعربي هذه تعطي جوستيس اورغانيزاسيونيل مش اسم الدواء معناها مش اسم الدواء مي قريبه من الدواء خاطر عندها علاقه بالاسونتي بسيكولوجيك وترافاي فوالا دونك سي اون بارل سي بوكو بلوس لان دي كونسيبت دو بيان اتر وترافاي بيانات وترافاي هذا اللي باش نلقاوه بعد حين مع حمادي شلوف في الركن لي روسور شومان نتاع حمادي شلوف بعد حين يجيكم باش نحكيو زادة في الدورة السابعة للمؤتمر الدولي لتمويل الاستثمار والتجارة في افريقيا فيتا 2024 اللي باش تدور فعالياته يومي 11 و12 جوان الجاي باش يكون معنا السيد انيس الجزيري رئيس مجلس الاعمال التونسي الافريقي تابع لتونيزيان افريكان بزنس كونسل باش نحكي وزاد في حوار البرنامج ونستقبل السيد عز الدين خلفله الخبير الدولي في مجال الطاقة باش نتعرضوا الإعلان الحكومة التونسية توقيع مذكرتي تفاهم من العيار الثقيل في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر هيدروجين فيغ استثمارات مليارات الدولارات لإنتاج الطاقة البديلة في الجنوب التونسي بنية تصديرها لأوروبا استثمارات نجم تغير جذريا المنوال الاقتصادي للبلاد التونسية اللي قاعد يلوج على روحه دونك عنده قداش من عام توا هو يلوج على روح المنوال الاقتصادي هذا علاش لا تغيير المنوال الاقتصادي ما يكونش على اساس الطاقات البديله جوست باش نعطيكم كلكو شيفر باش تفهموا الحجم نتاع الاتفاقيات هذيا 8 مليار دولار في غضون 5 سنوات و 40 مليار دولار سي انورم سي انورم انا الحقيقه وقت اللي سمعت لي شيفر هذوما شيء يدوخ معناها في حدود 2050 جوست باش تونس تولي اكسبورتاتور نتاع هيدروجين فير لاوروبا باش نحكيو في الموضوع هذا باش نحاولوا نفهموا علاش دول كيما السعوديه وفرنسا والنمسا جايه لتونس وتطلب من تونس ان هي تصنع وتعمل حتى اون شين دو فالور دو برودكسيون تاع الهيدروجين فير هذا الكل باش يجيكم بعد حين في الانترفيو نتاع ديوان البزنس ومباشره نمشيو مع امينيك سوما محبوبه في ايكو ريكاب ايكو ريكاب شنو باش نحكيو حسب رايك اليوم؟ نحكيو على محبوب نحكيو على محبوب نحكيو على زيارة رئيس الجمهورية إلى جمهورية الصين الشعبية أيوة دونك رئيس الجمهورية قيس سعيد قام الجمعة هذه بزيارة إلى جمهورية الصين الشعبية في إطار زيارة الدولة وشارك سعيد كضيف شرف في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني اللي انعقد نهار 30 ماي في بكين دونك هي زيارة قعدت حتى كش الواحد جوان يعني اليوم تنتهي زيارة ويرجع الرئيس إلى تونس وأجرى الرئيس في هذه الزيارة عدة لقاءات كانت أولها لقاء مع الوزير الأول بجمهورية الصين الشعبية ويليه لقاء مع رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصين ويوم أمس جرات مراسم استقبال الرسمية للرئيس في الإطار هذا عبر سعيد عن رغبة تونس في صنع تاريخ جديد خاصة عبر بلورة شراكات عملية مع الجانب الصيني لتنفيذ جملة من المشاريع التنموية ذات الأولوية في بلادنا خاصة في قطاعات الصحة والبنية التحتية والاقتصاد الأخضر والنقل والتحول الطاقي وتهيئة المنشآت الرياضية والتكنولوجيا الحديثة بيه ممتاز جدا من الجانب الصيني الرئيس الصيني أكد استعداد بلاده لمواصلة دعم التنمية في تونس وتعزيز ولوج المنتجات التونسية إلى الأسواق الصينية. هذه طبيعة الحال يعني احنا عندنا ديفيسيت كوميرسيال إنورم. أول ديفيسيت مع في دولة في العالم هو مش نحن كهورة يعني حتى أمريكا عندنا ديفيسيت كوميرسيال. احنا نحكيو على رواحنا لو ديفيسيت كوميرسيال هما يصدرونا برشا لكن احنا منش قاعدين نصدروا للصين. بالضبط.
دونك في ختام زياره هذه البارح اللي انتهت، تم امس في اعقاب هذه المحادثات صدور بيان مشترك بين الجمهوريه التونسيه وجمهوريه الصين الشعبيه بشان اقامه علاقات شراكه استراتيجيه بين البلدين. واشرف الرئيسين على مراسم توقيع اتفاقيه تعاون بين تونس والصين اللي هما اتفاق تعاون اقتصادي وفني، مذكره تفاهم حول انشاء فريق عمل للاستثمار، مذكره تفاهم بشان تقويه التعاون الانمائي والنهوض بتفعيل مبادره التنميه العالميه، ومذكره تفاهم في مجال التنميه الخضراء ومنخفض الانبعاثات الكربونيه، بخلاف زوز اتفاقيات اخرين ومذكره تفاهم اخرى في المجال الاعلامي. اعلامي اي اللي هما اتفاق تعاون بين الاذاعه الوطنيه التونسيه والهيئة الصينية لإذاعة والتلفزيون، اتفاق تعاون بين وكالة تونس إفريقيا للأنباء ووكالة أنباء شينغو الصينية، مذكرة تفاهم بين تلفزيون شينغو شينغو اسمه مش شينغو شينغو مكتوبة بالغاء ما تعرفش تتكلم أنت بالصيني شينغو أنت متثقف شوي الحمد لله. مذكرة تفاهم بين التلفزيون التونسية ومجموعة الصين الأعلام، مع العلم أنه رئيس الجمهورية وجه دعوة باش أنه رئيس الدولة الصينية يجينا حتى هو في إطار زيارة الدولة ووافق عليها في الاجل ممكن. في بالي مش عبعث لهم حتى بالحاجة ده مش عامل لهم غادي شوف لي حل غادي فهمني دونك ما في السينة دونك في قراءة لهذه الزيارة والبيانات اللي هبطت على صفحة رئاسة الجمهورية، معنا بالتليفون الدبلوماسي والسفير السابق أحمد بن مصطفى. سي أحمد صباح النور. صباح النور. أهلا وسهلا سيد أحمد. أهلا وسهلا سيد أحمد، شكرا على قبولك الدعوة. فضلك شكرا لك سي أحمد. قبل ما نتعداو إلى الجانب الاقتصادي خلينا ناخذ قراءة في المراسم استقبال رئيس الجمهورية. هي أنا أعتقد أن الجانب ما لا يمكن الفصل طبعا الاقتصاد والسياسة هي يعني في حد ذاتها شكلا ومضمونا الزيارة يعني هي نقطة تحول أعتقد يعني طفزة نوعية في مسار العلاقات اللي هي متحركة حقيقة مش من اليوم يعني تعرف اللي إذا وجات في مناخ طبعا لما ربما إعادة تموقع تونس وإعادة تموقع الدبلوماسية التونسية التي تبحث عن التوازنات الجديدة في العلاقات الدولية متاع تونس. أعتقد هذا المهم والوثائق التي يعني تم التوقيع عليها خاصة بين مشترك يعني حول بشأن إقامة علاقات شراكة استراتيجية بين البلدين، هذا طبعا أهم أعتقد من أهم الخطوات خاصة إذا أخذنا بالاعتبار المضامين تاع البيان هذا اللي هي سياسية بامتياز واستراتيجية بامتياز يعني تخص الأساسيات تاع التوجهات المستقبلية للبلدين، وفيها أيضا يعني تعبير كل طرف على دعمه للطرف الآخر يعني في مسائل جوهرية وأطباعها يعني من صميم يعني الأمور السيادية مثل دعم تونس يعني للصين الشعبية في قضية استرجاع تايوان يعني الموقف واضح هنا يعني، ودعم الصين لتونس في بعد يعني فيما في توجهات اللي خذتها بعد الحركة بتاع 25 جنيه هذا المحور الأول بتاع البيان المشترك هذايا، وكذلك فيه إشارة يعني في إلى القضية الفلسطينية يعني من منطلق يعني موقف يعني قوي لصالح يعني يستمد يعني القوة بتاعه من يعني المواقف الطرفين اللي هي طبعا تأخذ بعين الاعتبار القضية هذه من منطلقاتها الجديدة هذه اللي حصلت بعد الطوفان الأقصى فيه الجانب المتعلق بالنظام العالمي الجديد، يعني مهم جدا ما قيل فيما يتعلق بهذا الأمر من أهمية العودة إلى القانون الدولي وعالم متعدد الأقطاب. سيد أحمد كما قلت أنت أنه إحنا من نجموش نفصلوا بين السياسة والاقتصاد، لكن خلينا نحكي اقتصاديا. نرجع على إقامة العلاقة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين اللي أنت ذكرتها وقلت حاجة مهمة،
ونرجع على ولوج المنتجات التونسية إلى السوق الصينية، كيفاش باش يتم هذا؟ هو ربما زاد معناها نستغلوا فرصة سيد أحمد، وجود سيد أحمد معنا، باش نسألوا برشا عباد قالوا أنه الاتفاقيات اللي صارت ماهيش اتفاقيات معناها ترتقي إلى شراكة اقتصادية واستثمارية كبيرة، خاصة وأنه الصين من الدول العظمى في مجال الاستثمارات، نعرفوا استثماراتها في الجزائر، زائر حليف معناه استراتيجي بطبيعة الحال بالنسبة للصين، ونعرف زادة الاستثمارات نتاعها في إفريقيا أساسا وفي العديد من الدول الأخرى. هل طبيعة ما تم ربما إمضاؤه بين السيد رئيس الجمهورية ومعناه الرئيس الصيني يخلي وأن تونس ماهيش دولة مهمة اقتصاديا بالنسبة للصين، على اعتبار وأنه سوق صغير ماهوش سوق كبير، وربما تبويب الاستثمارات يمشي في دول اللي هي عندها بوتنسيال أكبر من البوتنسيال متاع تونس. هذا شنو اللي تفسر من قبل بعض المحللين؟ مانيش ندخل في انتماء تونس إلى البنك هذيك، لأنه صارت فيه برشا اعتبارات وما فما منها حتى شيء، الحكاية ديجا تونس معناها في الاي بي هذه موجودة عندها درق قديش، ما الحجم الاستثمارات لم ترتقي ربما إلى التطلعات وإلى اللي يستناو فيه البعض، يقول لك